خلينا سيدنا الله يخلينا الملك ديالنا الله يحفظه الله يمدك يحيى العبد يا العبد يا العبد يا العبد عبد ديالنا. كل واحد الفرحة هذه كل واحد الفرحة فرحة عنا فرحة عنا بزاف. اش كتحسوا دابا؟ بالفرحة بالفرحة فرحانة وخا أنا ما ساكناش هنايا في قومة تشوف فرحانة حتى تعبيت فيها ماما وبا هنايا ومهم اكثر من 40 عام حنايا هنايا فرحانه بزاف. الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا الله ينصر سيدنا. باش كتحس الوالده الفرحه وليدي الفرحه وليدي الفرحه يلا شد زغريته. بالدموع والزغاريد استقبلت ساكنة الحومة بشوك خاصة الساكنة المتضررة هذا الخبر الذي أدخل الفرحة والسرور والبهجة على الساكنة والمغاربة أجمعين. مغاربة أجمعين كلهم كانوا بالديالهم مع هاد الساكنة اللي عاشت أيام صعبة واليوم قاضي المحكمة يعني حكم برفض الدعوة يعني حكم لصالح الساكنة ديال حومة شوك. الفيديو السابق قلنا لكم هنيئا مسبقا هذه المرة كنقول لكم هنيئا لكم بشكل رسمي. يحيى العدل ويحيى القضاء. كما قلنا لكم فيديو سابق هيئة الدفاع يعني قالت باللي عندها وثائق مزورة خروقات هاد الناس المتضررين غادي يتابعوا يعني هاد الشركة بالضرر يعني اللي الحق بهاد الساكنة غادي يقدموا دعوة عند وكيل الملك. المهم نشوفوا يعني بعض الفيديوهات فيديوهات الدموع ولكن دموع الفرحة. نخليكم مع الفيديوهات ونمشيو نشوفوا التفاصيل ديال الخبر. وكنتمنى كنتمنى لهذوك اللي كانوا يعني نهار خرج الخبر ديال ان شركة يعني تقدمات الدعوة يعني والمطالبة ب 14 هكتار يعني إخراج الساكنة يعني من السكن ديالهم اللي دوزوا فيه أكثر من 50 سنة يعني كل شيء خرج كيهضر. ولكن كنت من دابا لا دابا ولا في الحكم السابق من تسجيل الدعوة يعني في جوج ديال الأحكام السابقة ما هضر حتى شي واحد. نهار اللي خرج الخبر كل شيء خرج الصهاينة غادي يخرجوكم من بلادكم وغادي يحتلوكم وهذا كل شيء كيغني وكل شيء كيلغي بالغا. ولكن يعني من خرج هذا الخبر الرائع اللي هو في صالح ديال الساكنة كل شيء ضرب طم كنتمنى تخرجوا. المهم نشوفوا تتمة ديال الفيديوهات والحشود الغفيرة اللي كانت أمام المحكمة بمدينة طنجة ونمشيو للتفاصيل ديال الخبر. ومرة أخرى يعني كواحد يعني من الناس اللي دازوا من هذا الحي حي بن كيلان حومة الشوك كانت تقدم يعني بأحر التهاني لهذه الساكنة اللي مرات بأيام صعبة الصراحة. شوفوا الفيديو ونمشيو للتفاصيل ديال الخبر. الأجواء يا المريض
باقي الناس كيلتحقوا، باقي الناس كيلتحقوا، تبارك الله. قنطرة مملوءة إلى آخرها، والناس لا زالت تتوافد بكثرة، باقي الناس ما جين تبارك الله، والناس واقفين جد الخلفية عاوتاني كاينين. مشوا خوتي المغاربة والجالية المغربية في كل مكان، سلام الله عليكم وتحية طيبة للجميع. هذه كانت الفرحة ديال الساكنة ديال الحومة الشوك بالقرار النهائي ديال المحكمة، حيث القضاء يرفض دعوى إخلاء الحومة ديال الشوك، قرار نهائي ولا رجعة فيه. الفيديو السابق قلنا لكم هنيئا مسبقا، هذه المرة كنقول لكم هنيئا بشكل رسمي، يعني الساكنة ديال الحومة الشوك اللي عانات يعني من هذه الدعوة اللي خرجت فيها هذه الشركة ضد الساكنة ديال الحومة الشوك، والمطالبة مبدئيا ب 14 هكتار ونصف. كما قلنا لكم الهيئة ديال الدفاع اللي كنشكروها من هذا المنبر واللي هي اصلا من الحومة الشوك، اي خريجة الحومة الشوك اللي يعني دافعت على الساكنة على الاهل ديالها والجيران ديالها وجابت النتيجة. اذا كنشكروا بعدا هيئة الدفاع من هذا المنبر. نشوفوا يعني مقال، بزاف ديال المقالات اللي كاينين كيهضروا على التفاصيل ديال الحكم. هنا القضاء يرفض دعوى اخلاء الحومة الشوك. هنا قضت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة صباح الاثنين أي صباح اليوم بعدم قبول الدعوى التي رفعتها شركة عقارية تطالب بإخلاء سكان حي بن كيران من قاطنه بذريعة تملكها للوعاء العقاري الذي يحتضن الحي الذي تقطنه أزيد من 800 أسرة. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة قد قررت الأسبوع الماضي تأجيل النطق بالحكم في قضية أرض حي بن كيران حومة الشوك إلى غاية اليوم أي 20 نوفمبر، وذلك بعد دخول الملف للتداول. وكشفت هيئة دفاع الساكنة خلال الجلسة عن تقديم الشركة لوثيقة مزورة للمحكمة، وهو ما اعتبرته بمثابة جناية يعاقب عليها القانون، في وقت قال محامي الشركة إن الرسم العقاري مطهر ولا يمكن الطعن فيه إلا بالزور. وكان العشرات من ساكنة حي بن كيران حومة الشوك قد توصلوا باستدعاءات لحضور جلسة المحاكمة بالمحكمة الابتدائية، وذلك بناء على شكاية عاجلة تقدمت بها شركة عقارية ضدهم تطالبهم من خلالها بإفراغ مساكنهم التي يقطنون بها منذ عقود من الزمن. فعلا يعني منذ عشرات السنوات، ما يقارب 100 سنة والناس ساكنين في هذا الحي. جوابا على بعض الإخوان والأخوات اللي كيكتبوا يعني الحومة الشوك بعدها هو راه اسم الشهرة، الحي الاسم ديالو حي بن كيران، أما الحومة الشوك يعني في القديم هذا الحي يعني كان فيه داك الشوك والجمار وهذا، والناس سموها لأن الناس كانوا كيجيو مثلا من داخل المدينة أو من الأحياء ديال الصفيح كانوا كينقلوهم تما، وهذه المنطقة راه كانت بعيدة
على وسط المدينه، لهذا يعني الناس كيسميوها الحومتشوك. اما الاسم ديالها في الوثائق وهذا فهي حي بن كيران، ما كاينش الحومتشوك. هذا جوابا على بعض الاخوان والاخوات. اذا مره اخرى نهني الساكنه والناس المتضررين، هنيئا لكم، عاد يرتاحوا انتم شفتوا هذا الشيء يعني من خلال الفيديو. الفرحه يعني بالدموع، ولكن دموع الفرحه والزغاري. وكنتمنى من القنوات الباجات اللي هضروا على الموضوع نهار اللي خرجت الدعوه، فالي يعني خرجوا كاملين، وداك الشيء يعني انتشر بواحد السرعه ما تصورش. ولكن دابا كنشوف حتى شي واحد ما كيهضر. كنتمنى هاد الناس يخرجوا من جديد ويقولوا هاد الشيء اللي تقال في الحكم النهائي، ويهضروا على هاد الحكم وعلى هاد القرار ديال المحكمه الابتدائيه، باش حتى داك الناس اللي هما من خارج المغرب باش يعرفوا هاد الشيء، وما يبقاوش يقولوا باللي الصهاينه غادي يورثوكم وغادي يخرجوكم من دياركم. اذا هنا كانت الخلاصه، محاوله المافيا العقار، وحنا هضرنا على التزوير. اذا مادام كاين تزوير فاذا يعني هذا كيعني على انه مافيا العقار كانت تحاول بطرق من الطرق ديالها انها يعني او يتم الاستيلاء على الاراضي ديال هاد المواطنين. تم الكشف ديالهم من طرف السلطات المحليه، وهي اللي زودات هيئه الدفاع بهاد الوثائق والخروقات، الوثائق المزوره والخروقات اللي كانت يعني باغا ترتكبها هاد الشركه من اجل الاستيلاء على الاراضي ديال هاد الناس البسطاء اللي فرحنا لهم من قلب ديالنا. واكيد الشعب المغربي كامل يعني فرح لهذا القرار، وهذا هو القرار الصائب. اذا ما علينا الا نقولوا يحيى العدل المغربي، يحيى القضاء المغربي. هنيئا لكم مره اخرى، ومره اخرى كنشكروا هيئه الدفاع. تهلاونا في راسكم، بدايه اسبوع موفقه للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكانت من البارتاج على اوسع نطاق كذلك.